نكن نشهد في مجتمعنا الجزائري هذا التوتر على الإطلاق، وخاصة المساس برموز الأمة من السادة الأئمة وموظف القطاع، مما تكالبت علينا عدة ظروف، منها أنه اعتدي على إمامين فقتل رحمة الله عليهما، ومن اعتدي على سادة أئمة بخناجر أوصلهما إلى المستشفيات، آخرها وهران، والأخيرة هذه التي في سكيكدا. هذا التصرف غير طبيعي تماما، غير مقبول، لا عرفا لا عقلا لا شرعا لا منطقا. الحمد لله نحن جزائريون ومسلمون، نريد حصانة، نريد قانونا يحمينا، ونريد يعني حقنا. إذا كان نحن من الجزائر أن ينصفونا.